بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا الى توجيهات معالي وزير الموارد المائيه المحترم الاستاذ مهدي رشيد الحمداني، باشرت شركه الرافدين العامه لتنفيذ السدود في تنفيذ محطه ضغط تعزيز نهر خريسان، لعلما ان نهر خريسان هو مصدره من بحيره حمرين نتيجه انخفاض المناسيب في بحيره حمرين وقله الامطار ادى الى تدني مناسيب البحيره، وباشرنا بهذا الموقع هو اللي يعزز لنا نهر خريسان من مياه نهر الخالص اللي تتغذى من نهر دجله، وهو من المواقع المهمه جدا اللي تساعدنا في تعزيز النهر عن طريق نهر دجلة وخف الضغط عن بحيرة حمرين. طبعا احنا نهر خريسان عليه من العديد الإسالات، عندنا بحدود الأكثر من 30,000 دونم من البساتين، وهذا المشروع هو يغذينا الإسالات المركزية اللي مركز محافظة ديالة. يتضمن العمل طبعا المحطة تتضمن بثلاث مضخات مترية بواقع اشتغال 2 وأنبوب مزدوج بطول 6800 مباشرة يذب لنا المياه في نهر خريسان. الاشتغال من يكون عن تشغيل المحطة يكون عن طريق مديرية الموارد المائية، وبإشرافنا العمل يتم بإشراف مديرية الموارد المائية وتنفيذ شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. مهندس مهند المعموري مدير الموارد المائية في محافظة ديالة.